حابة نقولك أين الشعب الجزائري. أنا مانيش من الناس اللي نقلل من دور النخبة، مانيش من الناس اللي ومانيش يعني بالك الواقع اللي راني نعيش فيه خلاني مانيش يأسة من النخبة، ولكن سبتك النخبة عندنا، النخبة في الجزائر لازم تفهم بلي النخبة في الجزائر تان ديبلوم تان تيتخ، واسمح لي في الكلمة هذه، وان تيتخ في بلادك الجزائر سي كارت كارت وان كاشيرون، ان كاشيرون سي لو سيمبول دو بوفوار. النخبة انا جو دي توجور هنالك مثقفون سيدتي الكريمة، مثقفون انا ما ننكرش هذه، وهناك ناس يناضلوا، هناك ناس يتحبسوا، كاين الناس اللي تحرزوا من الجامعة بوغ ديلي دوبينيون. نعم. كاين في جامعة قسنطينة يا كلكزون 14 أستاذ من الجامعة الإسلامية خرجوهم برا. كي تقول لي النخبة أنا نقول وينو الوعي تاع الشعب الجزائري. الشعب الجزائري ما نقول لك سكت، ولكن الشعب الجزائري كلي دخل في اون بيريود دامنيزي. الشعب الجزائري عداو عليه 250 ميل مور ما يهضر عليهم حتى واحد. لكن تعلمنا سيدتي الكريمة في الجامعات الغربية بين قوسين أن الصحوة تنبت من سبات الشعب وتخرج النخبة التي تغير الأشياء في البلد، لماذا لا يحدث هذا في الجزائر؟ لماذا لا تحدث الصحوة من عند النخبة؟ لأن النخبة منقطعة عن الشعب. الغربيين يقولون بأن الإليتيزم ني دو لاباتي دي ماس. النخبة نتاعنا ماهيش معرفة. مثلا الحاج كان أوفغي عند غنو، ما كانش عنده ما كان لا دكتور لا كان عنده وعي، كان عنده وعي سياسي. وتقدر تقول كان النخبة تخلق من الوعي، أولا تخلق من الوعي، من النضال، من لونيتي، من لانتيغريتي، وتخلق من حاجة اللي في الجزائريين فقدوها. سؤال الأستاذ ياسين، لماذا استقالت النخبة الجزائرية منذ 10 سنوات؟ خوفوها. اولا ما تنساش بلي عدينا على 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 وضعيه رعب يا سيدي، ما تنساش بلي في اي وقت يدخل لك الدار يهزك ويغبرك، ما تنساش بلي عندنا الدكري بالعذاب السلام يقول لك سان جوستيفيكاسيون تمثل خطر على مؤسسه الدوله، نجوعك نخرجك برا شتو ميدور. ما تنساش بلي النخبه الجزائريه حتى هي خدمها البوفوار، لو بوفوار شراها، يفو دير لا فيريتي. كيجيك استاذ جامعي دار بي اش دي ان فيزيك وينتمي سوا ديزون حزب اسلامي ويصبح سيناتور ويقبل نفسه 50 مليون شهر وما يمثل والو، واش بقى لك من النخبه؟ انا اش بريفير نقول الوعي يجي من 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 المفكرين تو بور كونفوندو، الوعي يجي من رجال الدين، الدين مسير وكلا بالك بوضعيته، المفكرين مجوعوهم وخوفوهم ولا هربوهم. اذا ما هو الحل سيدتي لتحريك هذه النخبه؟ الحل لازم يكون جماعي، الحل لازم الشعب، لازم كيما نقول انا مسيو تو الموند. ما لازمنيش نكون نخبه، ما لازمنيش نكون دكتور، ما لازمنيش نكون قاري باش نقول انا ما نعمرش لو فورمولير، انا ما نقبلش نفسي اني بوغ افوار اون كارت ديدونتيتي نجيب معايا ولي، نجيب معايا ضامن. اذا فهمت كلامك سيدتي الكريمه، لن يكون للنخبه الجزائريه اثر إذا لم يخرج الشارع في مسيرات سلمية، الشعب في الشارع لمسيرات سلمية ويطالب بتغيير هذا النظام. لازم الشعب يخرج من السبات نتاعو، من الخوف، لازم الشعب يعاود يمن في نفسه، يعاود يسترجع الثقة في نفسه، يعاود يسترجع الكرامة نتاعو. لازم الشعب أي جزائري ما يستناش تجيه من النقابة، وما يستناش تجيه من الحزب، وما يستناش تجيه من الدولة على كل حال. لازم الشعب يفهم باللي راهو مسؤول على نفسه، وما لازم حتى واحد يقرر في بلاصتو. لازم اون كونسيونس انديفيدويل اي كونسيونس كوليكتيف. ما تقدرش دير اون كونسيونس كوليكتيف سان لا كونسيونس انديفيدويل. ما الشعب هو الخباز، هو الطالب، هو الاستاذ، هو احنا قاعدين نشوفوا، ماناش انا قاعدين نشوفوا في التحركات، نقابات لا ديرنيير غريف نتاع سيكتور دو ليدوكاسيون تشرفنا. انا بيرسونيل مالغري لي ريزولتا، مالغري التهديدات، مالغري بصح
تحركت المجتمع، المجتمع اللي ما كان كان يخاف ينطق كلمة، عاد حتى يقول كنا ندير غريف ونخرج على لو جي تي ا ومن ونطالب بحقوقي، وحقوقي ماهيش الصالير برك، حقوقي استرجاع المدرسة نتاعي، استرجاع الجامعة نتاعي، الثانوية نتاعي، حقوقي انني نقول وين راحوا صواردي، وين راحوا صوارد، وين هو البيدجي، وين راحوا صوارد لي زيرف سوسيال، حقوقي انني نقول عندي حق نداوي، عندي حق. راهي سافا با بروندغ، سافا بروند دي زاني، ما تنساوش باللي باللي الشعب هذا وقتاش كان حر، وقتاش استرجع الكرامه نتاعو الشعب هذا. يفو دير لا فيغيتي، من هل ترى استرجع الكرامه نتاعو في 62؟ ما ظنيتش. استرجع الارض نتاعو في 62، من 62 لدرك راهي فتره كبيره. ما تقدرش تجو غلوندو مال الجزائري تقول، والجزائري عنده فقدان ثقه، كل ما تخلق له خبا كل ما يكسروها ولا يشريوها، يكسروها ولا يشريوها. ما كان حتى راهو يشوف الشعب انتخب في 91، على بالكم واش صرا في ما عندوش حاجه يتعلق بها، ما عندوش حاجه يمن فيها، ما عندوش نخبه اللي متاكده 100% بلي ما تخونوش ما تتشلاش. شكرا سيدتي زينب، ناخذ مكالمه اخرى اذا سمحتي. الو الو، مساء الخير. الو، السلام عليكم. مساء الخير، ومساء الخير للمستمعين والمشاهدين، ومساء الخير للضيفه تاعكم. اهلا بك، شكون معايا خويا؟ بارك الله فيها، بارك الله راكي تسمعي فيا، نقول لك بارك الله فيك. بارك الله فيك، بارك فيك، الله يسلمك. يعني حق على توسكو فو زافي دي، يعني بارك الله فيك. عندي كلمه يعني خارج شويه على الموضوع هذا، على الضيفه تاعكم. ما فهمتش كيفاش عرفتوا انتم شريفه خضار، عرفتوها يعني وما شفتهاش. جيتي ان بو ديسو باسكو جاتوندي، كنت نستنى فيها باش تجي يعني ونوجه لها بعض الاسئله. سوف تاتي في عندنا، لقد برمجناها في زمان اخر. كلمة يعني اون بارونتيز باش نقولها باللي كوم دابيتود، نقولها لك بالرومية راكي تسمعي فيها، كوم دابيتود يعني وزاد دي لاش، لو بوفوار اي لاش، لي جون كي ريبريزونت سو بوفوار سون دي لاش، اي لي جون كي سون ديغيير اي كون توجور كورو ديغيير سو بوفوار كوم لا دي الاخت زينب سون دي لاش. انا بيرسونيلمون يعني je désespérais de ce peuple et de ces soi-disant intellectuels algériens. وإنما الحق اليوم كي سمعتك وشفتك vous ne portez pas le hijab, donc vous, pour moi vous ne représentez pas une certaine caste entre guillemets disons les islamistes. Mais واش تقوليه peut-être certaines femmes islamistes n'oseront jamais le dire, ou alors certains barbus n'oseront jamais le dire. Donc انا من انصار الجبهه الاسلاميه للانقاذ وعلي بن حاجر رضي الله عنه، ولكن انت كا استاذه في جامعه جزائريه سيغني بار لي بوفوار دو دي ار اس اد لا بوليس، راكي تقولي في في في, في كلام كيما هذا، يعني نشوف باللي عندك ضمير حر، وهذا يبشرني باللي عن قريب ان شاء الله سنتحرر دين من يهود ينوت، سنتحرر من نظام المجرم هذا. وبارك الله فيكم، بارك الله فيك يا اخ المنشط، وبارك الله فيك يا اختنا، والله يقوي امثالكم ان شاء الله. السلام عليكم. الله شكرا على الله تدخلك. سيدتي زينب، ما هو تعقيبك على التدخل؟ اولا نقول لكم بلي جو سوي تري توشي، راني حاسه باش عبر عليه، ما نعرفش السيده اللي راهي يهضر عليها، دونك على بالي بلي مشكل لي ديسباغي ومشكل القمع. نعم. راهو مشكل حساس. سي البلاد هذه الانسترومنتاليز كلش، لا دولور، الدم. نعم. الدين، الثقافه، ما عندهم حتى ليميت، ما كانش لا ليميت. جو دو جوست برك نعقب على ما لازمناش نطيحوا في البياج نتاع اسلاميست حجاب مش حجاب. الوعي تاع الناس كل، الوعي تاع الناس كل، وما لازمناش نشوفوا لبعضنا سور اون ايماج سور اون، لازم نشوفوا ليسونسييل. نو سوم سوز ان بوفوار ايليجيتيم، وليليجيتيم هذا ايليجيتيم دو تو لي بوان دو في.
من ناحية التاريخ، من ناحية القانون، من ناحية السيادة الوطنية، من ناحية من كل جوانب. ما نقدروش نكم نقبلوا ان بوفوار كيما هكذا. الظلم ما يحتاجش نكون عندي تيار سياسي باش نعرف واش هو الظلم واش هو اللي موش ظلم، باش نعرف لو فغي من لو فو. ما ظنيتش لازم يكون عندي وعي سيتو، لازم وعي لو كوراج. شكرا سيدتي زينب، ناخذ مكالمة أخرى من فضلك. ألو 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 ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكون معايا؟ السيدة وغليسي معك. أهلا بك سيدتي الكريمة. أهلا وسهلا، تفضلي. تحية للأخت زينب عزوز. يعني وصراحة يعني أنا معجبة بالجرأة، جرأتها، وتساءل أو أسأل